This lecture is a part of the subject of antidiabetic drugs, and it is a part of the subject of pharmacology for the fourth stage students of Faculty of Pharmacy of Iraq Universities. In this chapter, we are going to talk about the oral hypoglycemic agents that act as insulin sensitizers. الأدوية المضادة للسكر واللي تعمل على زيادة التحسس إلى الإنسولين. الانسولين سنسيتايزرز تنقسم الى قسمين، اما انه تكون على شكل بيجوينايتس او ثايزوليدين دايونز. الثايزوليدين دايونز عندنا نوعين من الدراكس اللي هي البايجليتازون والريزيكليتازون، والبيجوينايت وي هاف اونلي وان اكزامبل اللي هو الميتفورمين. نيجي ناخذ اول شيء البيجوينايتس، وعندنا الميتفورمين هو ذا اونلي اكزامبل. Their mechanism of action, they act through increasing the peripheral glucose uptake. يعني زيدنا الانسولين سنسيتيفيتي وبالتالي زيدنا الجلوكوز ابتيك. They reduce hepatic gluconeogenesis and also يقلل لنا من الهيباتيك gluconeogenesis. Gluconeogenesis هي عملية تحويل الامينو اسيد الى جلوكوز، وهذا تحدث بالليفر. فاذا قلت هاي العملية حيقل عندي شنو الجلوكوز فيوجن او الجلوكوز برودكشن. And also they slow down intestinal absorption of sugars. إذن الميتفورمين يشتغل three mechanisms. هذه الميكانيزمز اللي هي زيادة peripheral resistance to peripheral uptake of glucose أو زيادة insulin sensitivity. الشغلة الثانية يقلل لنا من عملية gluconeogenesis، والشغلة الثالثة أنه يقلل لي intestinal absorption of sugars، وبالتالي حيؤدي إلى تقليل blood sugar level. بالنسبة للميتفورمين it does not act as an insulin secretagogue، يعني ما يؤدي إلى زيادة الإنسولين برودكشن، لكن فقط يزيد التحسس إلى الإنسولين للأشخاص اللي هم عندهم ريزيستنس للإنسولين. فاللي عنده إنسولين ريزيستنس ممكن أنه الميتفورمين يعكس الإنسولين ريزيستنس ويزيد لنا البريفرال أبتيك أوف جلوكوز، وبنفس الوقت أنه يقلل لنا تحويل الأمينو أسيد إلى جلوكوز ويقلل لنا الانتستينال أبزورشن أوف جلوكوز. فلهذا الميتفورمين تختلف عن السلفونيل يوريا، لانه السلفونيل يوريا اخذنا والجلينايتس بطبيعتها تزيد البيزال سكريشن اوف انسولين وتسوي لنا دينجر اوف وتعطينا دينجر اوف هايبوغلايسيميا، لكن ويا الميتفورمين ذير از نو دينجر اوف هايبوغلايسيميا. Specific indication, they can be given as monotherapy for the early stage of type 2 diabetes mellitus. فلهذا هي يعتبر الميتفورمين هو the first choice for the treatment of type 2 diabetes mellitus. مرات يطو in combination with a sulfonylurea drug، يعني بالحالات الأولية للtype 2 diabetes mellitus ينطون الميتفورمين، لكن بالadvanced stage ينطون ميتفورمين ويضيفون إلى واحد من السلفونيليوريا drugs. وأيضا ينطون الميتفورمين for the treatment of the polycystic ovarian syndrome اللي هو يسموها بالبيكوز. هذا البوليسيستيك ovarian syndrome mostly occurs in women due to the incidence of metabolic syndrome. فنتيجة حدوث الديابيتس أو الميتابوليك سيندروم يصير عندهم البوليسيستيك ovarian syndrome، فالعلاج مالتها هو ينطون الميتفورمين حتى يعالجون الميتابوليك سيندروم أو يعالجون الانسولين ريزيستنس، وبالتالي تتعالج حالة البوليسيستيك ovarian syndrome. هذا إذا specific indication مال الميتفورمين هو early stage of type 2 diabetes mellitus. Combination therapy with sulfonylurea for the treatment of type 2 diabetes mellitus. والindication الآخر specific indication هو the treatment of the polycystic ovarian syndrome. بالنسبة للفارماكوكينيتيك الميتفورمين it shows good oral absorption. لكن من يجي عبر it doesn't have good binding affinity to the plasma protein، فلهذا مو مثل السلفونيليوريا ما بيها protein displacement reaction.
الميتفورمين is not metabolized and is excreted in kidney. فهذا معناته أنه الميتفورمين is somehow water soluble بحيث أنه ما يحتاج إلى plasma protein for its transportation. ما يصير بي metabolism بالليفر لكن it is excreted by kidneys. فلهذا عندنا في the specific caution or contraindication هي حالة renal failure لازم أنه ننتبه أنه الميتفورمين ما نقدر نطيب renal failure أو نطيب with caution renal failure. السايد افكتس ذا موست كومن سايد افكت بالنسبه للميتفورمين هو النوزيا فوميتنج اند دياريا. يعني مثل ما قلنا بالسلفونيليوريا الموست كومن سايد افكت هو الويت جين. بالجلينايتس كان الموست كومن بالاضافه الى الهايبوغلايسيميا. بالجلينايتس ان الموست كومن سايد افكت بالدرجه الاولى هو الهايبوغلايسيميا ويجي وياه ايضا الويت جين. مثلا اخذنا بال دي بي بي 4 انهبيترز هي النازوفارينجايتس والبنكرياتيز اللي هي البنكرياتيز اللي هي التو موست كومن سايد افكتس او الهارت فيلير. مثلا دي بي بي 4 انهبيترز هنا الموست كومن سايد افكتس بالميتفورمين هو النوزيا فوميتنج اند دياريا which is avoided by the dose titration. بالإضافة إلى هذا ممكن أن الميتفورمين يسوي induction of lactic acidosis والميتفورمين induce vitamin B12 deficiency or anemia or neuropathy with the long term use. إذن long term use مع الميتفورمين ممكن يصير عنده vitamin B12 deficiency ممكن أنه يصير عنده lactic acidosis وبالإضافة إلى nausea, vomiting and diarrhea. These are the most common side effects associated with metformin. لما نجي على contraindication أكيد أول شيء renal failure هو it is one of the contraindications وسبب أنه renal failure لأنه metformin it is excreted by renal system. فإذا أعطيت له renal failure فممكن أنه يصير عنده تراكم للmetformin وبالتالي نتحمل السايد effects مالته. طبعا السايد effect مالته هو مو hypoglycemia. metformin does not induce hypoglycemia. metformin يسوي لنا nausea, vomiting, diarrhea, ممكن يسوي لنا lactic acidosis, ممكن يسوي لنا vitamin B12 of deficiency. ايضا بحالات المايوكارديال انفاركشن وبحالات السبسيز ما يفضل انه تعطي الميتفورمين لان هو الميتفورمين اصلا يسوي لنا لاكتيك اسيدوزس فهذا افاق منا الحاله. وايضا الميتفورمين it is not preferred to be given for patients who are doing diagnostic procedure using IV radiographic or contrast media. فليش انه نانا لان الميتفورمين في الانتراكشن ويا ذا راديوغرافيك ايجنتس فبالتالي إذا كان البيشنت هو يتعرض إلى diagnostic procedure that require contrast media or radiographic contrast media فلازم يقطع الميتفورمين. الكوشن مال الميتفورمين it is given with caution for the people who are older than 80 years old. الpatients اللي هم عندهم heart failure او الpatients اللي عندهم الالكوهوليزم. والcontraindication مالته هي بحالات الMI حالات السبسيز او حالات الرينال failure it is contraindicated and it is given with caution for those who are alcoholic او عندهم heart failure او اذا كانوا الاشخاص اللي اكثر من 80 سنة ممكن نعطيهم الميتفورمين لكن it is given with caution. النوع الثاني من الانسولين سنسيتايزرز اللي هي ثايوزولين دايونز وعندنا نوعين منها هي البايوغليتازون وروزغليتازون. الميكانيزم اوف اكشن they act as agonists for the peroxisome proliferator activated activator factor. Peroxisome proliferator activator factor gamma اللي هو يعتبر في the nuclear home receptors. فهذا receptor increase the transcription of several insulin home genes so they increase insulin sensitivity in adipose tissue, liver and skeletal muscle. فاحنا عندنا في نوع من الريسبتورات يسموها البيروكسوسوم بروليفريتر اكتيفيتر ريسبتور جاما. هذا النوع من الريسبتورات يتحفز الثايوزولدين دايونز من يتفعل هذا حيؤدي الى تحفيز ترانسكريبشن سيرتن ترانسكريبشن فاكتورز which promote several insulin home genes. الجينات اللي حتتحفز هي الجينز فور ذا انسولين sensitivity. فيزيد لنا بالتالي عدد الريسبتورات اللي تستقبل الانسولين سواء كانت بالاديبوز تيشيو او بالسكليتال مسل او بالليفر. فمن هذا نشوف انه التاثير مالته طبعا يكون ابطا من الميتفورمين لكن هو على مرور الزمن حيكون انسولين سنسيتايزر.
Specific indication هو المونوثيرابي أو كومبينيشن ثيرابي for the type 2 diabetes mellitus. مرات it is given with insulin. If it is given with insulin, في ذاك الوقت dose of the insulin should be reduced. Pharmacokinetic characters, it shows good oral absorption. But it is extensively bound to albumin. يعني هذا عكس الميتفورمين. ميتفورمين كان water soluble. ما يحتاج إلى binding with albumin. هسا هنا لا. ذني روزغليتازون والبايغليتازون لا. تحتاج إلى albumin for the transportation from one place to another. بالنسبة للبايغليتازون is metabolized in liver and secreted in bile. While Rosiglitazone is excreted with urine, بينما البيوغليتازون is metabolized in liver and is excreted in bile. فلهذا بحالة renal failure أنا ما أقدر أنطي الميتفورمين ولا أقدر أنطي روزيغليتازون. أفضل واحد هو ننطي insulin sensitizer هو البيوغليتازون. إذا كان أنا عندي liver failure فالبيوغليتازون يكون contraindicated. يمكن أنه ننطي الميتفورمين بس المشاكل الميتفورمين with a long term use يسوينا vitamin B12 deficiency و lactic acidosis أو ننطي الروزيغليتازون اللي يصير بي excretion بالكنيز. السايد افكتس مالته أنه liver toxicity is the most common side effect. And weight gain due to the increase of subcutaneous fat and fluid retention and induce heart failure for osteopenia or osteopenia. إذن هنا most common side effect بالنسبة للثيوزولدينديونز اللي هو liver toxicity. It is the most common side effect. أيضا ممكن يصير عندنا weight gain or increase of subcutaneous weight gain نتيجة زيادة subcutaneous fat أو fluid retention ويزيد لنا الانسيدنس مال الهارت فيلير ويزيد لنا الانسيدنس مال الاوستيوبينيا. الكونتراندكيشن إذا كان عند severe heart failure it is contraindicated. إذا واحد عند severe heart failure ما يقدر ياخذ الثيوزولدين دايونز. الكوشن مالته مثلا الاوستيوبينيا and fracture in old women. دائما الالدرلي بيبول اللي يعانون من الاوستيوبينيا الثيوزولدين دايونز are given with caution. بايوغليتازون ممكن يزيد لنا الريسك اوف بلادر كانسر. الروزيغليتازون has boxed warning with the increased risk of MI and angina. فاذا بالنسبه للروزيغليتازون بيفد boxed warning against the increase of the incidence of MI or angina واكثر شيء ايضا عند الهارت فيلير. فهي المشاكل مالته انه اول شيء تسوي لنا ليفر توكسيسيتي، الشغله الثانيه انه تسوي لنا مشاكل بالهارت فيلير. فاذا شخص مثلا عنده هيباتيك فيلير او هارت فيلير ما مفضل انه ياخذ الثيوزولدين دايونز. ايضا ممكن يزيد لنا الريسك اوف فراكتشر. البايوغليتازون ممكن يزيد لنا مرات البلادر كانسر. الروزيغليتازون has a boxed warning against the increase of MI and angina. Rosiglitazone has a boxed warning against the increase of MI and angina. Thank you very much.